أفاد قائم مقام مدينة الموصل حسين حاجم بنزوح أكثر من 400,000 شخص غرب مدينة الموصل منذ بدء العملية العسكرية من قبل القوات العراقية لتحرير المدينة من تنظيم داعش. من جهته قال النقيب في الجيش العراقي أحمد صالح، قال إنه تم إجلاء نحو 3,500 مدني من القرى المحيطة بناحية الحضر، موضحا أن المئات من المدنيين اضطروا لقطع مسافات طويلة سيرا على الأقدام حتى بلوغهم مناطق آمنة تخضع لسيطرة الجيش العراقي. انضم إلينا عبر الهاتف من الموصل السيد علي الأحمدي قائم مقام الحضر، أهلا بكم. أهلا وسهلا بك. نود بداية أن يعني نستفهم ما هي الإجراءات التي يعني يمكن أن تضمن سلامة النازحين وأيضا رعايتهم وبقائهم ضمن ظروف حياة لائقة بهم، تفضل. أهلا وسهلا بكم المشاهدين. طبعا احنا قضاء الحضر هو كما تعلم يبدأ ب 120 كيلو جنوب غرب الموصل، وبدت العمليات العسكريه من يوم 25 من ثلاث محاور بقياده الحشد الشعبي. يشاركونهم 600 مقاتل من الحشد العشائري بقياده الشيخ حواس. بدات النزوح منذ انطلاق العمليه، وقبل انطلاق العمليه كان هناك نزوح لكن قليل، اما منذ انطلاق العمليه بدا النزوح جماعي بعد فتح ممرات امنه لهم على الشارع الرابط بين بغداد والموصل. بدأنا باستقبال النازحين في مخيمات النازحين كما تعلم، هي الطيارة والحمام، وكذلك تفريغ بعض القرى على الشارع اللي هي خالية تم توطين بها النازحين من قضاء الحرب. هناك ضعف في تقديم المساعدات الإنسانية من قبل الحكومة لكثرة النازحين من الأيمن الموصل، وكذلك الأغذية اللي بدأت فيها العمليات العسكرية متزامنة مع عملية أيمن الموصل. طيب في الأيام القادمة الإجراءات هل يمكن أن تتبدل، أن يعني تأخذ طابعا جديدا أكثر ربما جدية أكثر حرص على سلامتهم؟ قد تتطور المعارك في الأيام القادمة سيد علي. نحن في قضاء الحضر تم تحريرنا من قبل الحشد الشعبي وحشد العشائري. الحمد لله ان لم نسجل اي خسائر بشريه لحد الان في قضاء الحضر. تم نزوح جميع العوائل وتامين وصولهم الى مناطق النزوح المعينه والمخصصه لها. جاء دور هنا الاغاثه الدوليه وزاره الهجره في تامين المساعدات للنازحين. نعم المخيمات هناك ضغط، لكن استطعنا في هذا اليومين ان نقدم ما نستطيع تقديمه من مساعدات سريعه كغذاء ودواء في المخيمات وتهيئه شخصيا لهم وتسجيلهم ضمن المهجرين. نحن هناك اشكاليه فقط في القرى اللي تم توطين الناس فيها المهجرين من قضاء الحضر، وهي تحتاج الى خاصه بان هناك لا يصل الماء الصالح للشرب الى هذه القرى، حيث يجب ان تؤمن الدوله حوضيات ماء للنازحين في هذه القرى اللي تبعد عن القياره مركز النازحين المخيمات بس 70 كيلو الى 60 كيلو. اشكرك عبر الهاتف، كان معنا من الموصل السيد علي الاحمدي قائم مقام الحضر.